في آخر خطبة الجمعة عندما يرفع الشيخ يده يدعو الله سبحانه وتعالى، يوجد قسم من المصلين يرفعون أيديهم وهم يؤمنون على الدعاء، وقسم من المصلين لا يرفعون أيديهم. أي الفريقين على الصحيح؟ جزاكم الله خيرا. رفع الإمام يديه في خطبة الجمعة لا يجوز، إنه بدعة. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في خطبة الجمعة إلا في مسألة الاستغاثة. إذا استغاث الخطيب في خطبة الجمعة فإنه يرفع يديه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الله في خطبة الجمعة أن يسقي المسلمين، رفع يديه عليه الصلاة والسلام. وما عدا ذلك لم يرد أنه يرفع يديه في خطبة الجمعة. رفعهما دائما يكون، أو رفعهما في غير دعاء الاستسقاء يكون بدعة، ينكر على من فعله كما أنكر بعض الصحابة على من فعل ذلك في وقتهم. وأما المأمومون فإنهم لا يرفعون أيديهم، وإنما يؤمنون على الدعاء بدون رفع الأيدي. جزاكم الله خيرا.